تحية للسادة نظارة، تحية للجميع. معكم الأستاذ الدولي والخبير في علم الأبراج والمداوات عمار الورتاني. مش نعطوكم أبراج هذا الأسبوع. بداية ببرج الحمل. يا حمل، على قريب يتصلح الحال وشمسك تشرق وتنسى اللي كان، والمشاكل تتحل وتنسى الخايب وتزهالك الأيام. العاطفة، الحبيب اللي لقيته وقت الغسرة رد بالك تسلم فيه وتخسره لأنك ما تلقاش غيره. اثنين، الثور. يا ثور، ما ثمش إنسان معصوم من الخطأ. الفايدة أنك تصلح وما ترجع وما ترجعش لنفس الغلطة. العاطفة، الشريك اللي مبينش حبه ليك أبعد وخليه. رقم ثلاثة، الجوزاء. يا جوزاء، الأيام القادمة تحقق إنجاز في العمل وتتلقى الاستحسان من عروفاتك وتبدأ فرحان إن شاء الله. العاطفة، علاقة حب جديدة تخليك طاير بالفرح. السرطان رقم أربعة. يا سرطان، ننصحك تحاول تجدد من روحك واعطي أفكار جديدة في العمل. البخل يرجع عليك بالضرر. أما بالنسبة للعاطفة، الحبيب متغشش من قلة اهتمامك ليه، لازمك تهتم بيه باش ما يبعدش ويخليك وربما يبدلك بالغير. حل عينيك وكون فايق يا سرطان. يا سيد، الأيام القادمة الحظ يكون حليفك. وقت تتلقى أخبر النقل متاعك وعندك مدة تستنى فيها. العاطفة، أنت عايش حالة من الحب حلوة برشا مع الحبيب. العذراء، لازمك تمر بمراحل فيها الصعيب اللي تعبك وفيها الحلو اللي فرحك باش توصل وتحقق أهدافك. العاطفة، العلاقة العاطفية اللي تعبك وتخليه مش مرتاح بلا بها خير. الميزان رقم سبعة. يا ميزان، بيبان الرزق تتحل قدامك وتاخذ المكانة اللي تعبت وسعيت عليها. العاطفة، الحبيب متشوق للقاء، ما تطولش عليه. العقرب رقم ثمانية. يا عقرب، ننصحك راجع كلامك قبل ما تخرجه، لأن بعض ساعات تخرج كلمة تجرح بها الغير. كلامك الجارح قوي برشا، رد بالك من الأخطاء. العاطفة، علاقتك العاطفية تتوتر بسبب الشك. القوس رقم تسعة. يا قوس، ما تستعجلش على نتائج العمل. أنت اخدم على قاعدة صحيحة تتحصل على المطلوب بحول الله تعالى إن شاء الله. العاطفة، تغيرت معاملتك برشا مع الحبيب. ننصحك صلح وضعيتك باش مفوتش الأوان. يا جدي، عندك مدة وانت قاعد تاع برشا في بدنك، لازمك تاخو راحة ليك ولنفسيتك. العاطفة، الشريك اللي متحيرش عليك وما يهتمش بيك ابعد وخليه خير. الدلو، يا دلو، الصبر مفتاح الفرج. لازمك تصبر، لأن في الآخر ربي يجبر والخاطر ترضى بلعته لك ربي. العاطفة، الحبيب يحبك برشا، تعبر له على مشاعرك، ما تقعدش دي مساكت. لو كان يسأل الغير شنو حبيبك معاك، باهي ينجم شريك متاعك يقول والله فيه البرود، ما فهمت منه حد شيء، فلهذا أعطي من عنده كون حي شوي مفلفل. يا حوت، ما تسلمش في حلمتك وتحقيق أهدافك. التعطيل واجهه وتحدى الصعاب، راك توصل إن شاء الله إلى مبتغاك. أما للعاطفة، أنت قسيت برشا على الحبيب، حاول ترضيه ولو بكلمة طيبة. تحية، أعطيناكم أبراج هذا الأسبوع، وإن شاء الله الأسبوع القادم نعطوكم أحسن وثم مفاجآت إن شاء الله. تحية. تحية مرة أخرى للجميع ولكل من يتابع هذا البرنامج الشيق، برنامج الجنوبية. أنت يا عبد الله ولد مريم، بعثت لي وقلت لي اللي أنت مولود 20 أوت 1999،
20 اوت 1999 طبعا برجك بالاسد بالسوري حسب تاريخ الولاده، وتاريخ الولاده الابراج هذه هي ابراج عموميه ماهوش برجك انت الخاص. كي تقرا برجك الاسد مش متاعك انت خاص، الابراج عموميه بهذيك. اما اللي يحب يعرف برجك انت الخاص اذا كنت حب تعرف لازمك تعرف هذايا حسب الحسابات الفلكيه بالعربي نحسبوها، نحن نعرف كيفاش نحسبوها. برجك راهو بالحوت مش بتاريخ الولاده، بالعربي حسب الحسابات الفلكيه يولي برجك بالحوت. برج الحوت بالنسبه لك انت كي نعطوك برجك هذاك البرج صحيح، اما حسب تاريخ الولاده هذيك ابراج تاع الناس كلها مش متاعك انت بركه. وانت يا محمد كذلك انت مولود عام 1960 11 سبتمبر برجك بالعذراء، اما حسب الحسابات الفلكيه انت محمد برجك راهو بالجدي. الحسابات الفلكيه هذه نعرفوا نحسبوها نحن، ماهيش كما كي تجي تشوف في كتب نتاع الابراج تلقى ما تلقاش بتاريخ الولاده برجك، فماش تاريخ الولاده، ثم اسمك وثم حاجات اخرى حسابات فلكيه. اذا ما نطولوش الموضوع، انت يا محمد برجك بالجدي البرج الصحيح. كذلك نواصلوا حاجه اخرى، انت يا اختي فاطمه من باريس من فرنسا جيتني ليك سنوات ما تزوجتش، كان عندك الجن العاشق عمرك 37 عندك التعطيل برشا، تزوجت وكنت فرحانه حسب ما تقول انت تو وحسب ما كلمتني الايام هذه فرحانه وفي خير ونعمه ما ينقصك حتى شيء، الا انك تو من 37 بعد عامين زواج تقول اللي انت معطله عن الولاده الحباله، رغم اللي انت مشيتي الاطباء في فرنسا كلهم يقولوا لك انت ما عندك حتى شيء وزوجك ما عنده حتى شيء. هنا هذه مش في فرنسا برك يقولوها، حتى في تونس عندنا نساء اللي ما تنجبش ما تجيبش صغار، وكل ما يعدوا عند 4 و5 و6 و7 طبه من طبيب لطبيب يقولوا لهم كذلك ما عندكم حتى شيء. لا المراه عندها شيء والراجل زاد يعدوا عليه ما يلقوا شيء، هذه حاجات معروفه، هذه تولي حاجات دواها عربي. ثم تابعه، ثم سحر، ثم نفس، ثم هذه الاشياء. وانت يا اللي من فرنسا ديما تكلم عليك وخاصة قلت لي اللي انت الكلام اللي تكلمت وانا في التلفزة والاشياء اللي تكلمت عليها انا كلها اللي تكلمت عليه الكل موجودة عندك انت. اذا جيني على عين المكان كالعادة، انت تعرف المكان فين انا موجود، والا تكلمني عن طريق الهاتف باش نتكلموا بوضوح، وكتجيني حبذا احسن كما فرحتك المرة الاولى تفرح المرة الثانية ان شاء الله. اما انت يا سي فرج، انت وصلت 41 سنة عندك مشكل كبير ياسر في الزواج، عندك حبيبتك ومتعلق بها برشا وتحبها غاية المحبة، الا انك تقول كل ما تجي تعمل الفرحة الحقيقية تكتب الزاق تصير لك حاجة، اكثر من 7-8 مرات تصير لك حاجة، تجي ماشي مش تكتب الزاق تعمل اكسيدون، تجي ماشي يموت لك واحد من اقاربك، تجي ماشي يموت لها واحد هي من اقربها، معناها 7-8 مرات تصير لك شيء هذا، انت حسب ما تقول يا استاذ حرت وحار ديلي، ما تحيرش، هذه حاجه سهله، الشيء هذا يصير لك مش انت بركه. ثم ناس كل ما توصل الزبده فم الشك يفسد عليهم الشيء، كل ما توصل العين ما تشربش، يقدم خطوه يوخر 10، هذه امور تعطيل، جينا على عين المكان والا تكلمنا عن طريق الهاتف باش نجم نحكي معاك بوضوح، بحول الله يتنحى التعطيل العراقيل وتوصل المبتغاك وتنال مرادك وتخطب وتكتب صداقك وتعمل كل شيء، الخطوب انت ديجا خاطب، تكتب صداقك وتكمل فرحتك وربي يوصلك بالسالم. تحيه للساده النظاره، تحيه للفريق التقني الشباب الرائع اللي تعب معنا، ونحييكم وسلامي لكم كل ما هب النسيم على الورود، ألف تحية ألف سلام ألف احترام، وإن شاء الله الأسبوع القادم نعطوكم مفاجأة. السلام عليكم.